دابا الدري باقي صغير يلاه كيقرا في الروض كيخرجوا لك خمسة المقررات، ملي كتمشي تسولو في المكتبة كتلقاو 120 درهم، علاش؟ واش الدر غيقرا هاد خمسة المقررات كاملين؟ هو باقي صغير، يعني إلا كنتو غناخدو ليه حنا هاد المقررات كاملين غندخلو ليه القراية في راسو، ماشي ملي غادي يطلع للتحضيري، ملي غادي تجيو تقولي الأستاذة شناهو هاد الرقم ولا شناهو هاد الحرف غيقولي أنا ما عارفاش، وفين هما الكتوبة اللي كنتي كتقرا فيهم؟ وفين هي الأستاذة اللي كانت كتقري؟ يعني راه نتوما كلكم لهاد الشيء كامل، يعني حنا غنديرو واحد المجهود، واخا حنا ما عندناش ولا كلشي معروف واش فهمتيني، يعني حنا الوليدات غنكافحوا عليهم وغنشريو لهم الادوات واخا ماشي في الاستطاعه ديالنا، ولكن انت معايا ولكن انتوما خصكم في الاستطاعه ديالكم يعني تقريوهم، واخا تيقولوا المدارس الحكوميه راه غادي تعطيهم الكتب، وحنا باقي ما شفنا لا شكير لا كتوبه لا حتى شي حاجه. بزاف علينا بعدا، اول حاجه قال لك الكتوبه غتاخذوهم من عندنا، هما عاطينهم كتوبه فابور وقال لك الكتوبه، قالوا الوالد قالوا لهم الدراري جيبوا الفلوس باش تشريو الكتوبه من عندنا، وحنا ما عندناش. وثاني حاجه يعني زايدين في الصالير بزاف، جمعيه الاباء ما كناش كنخلصوها، ولينا مخلصين هذا العام 20 درهم يعني بزاف حتى هي، والكتوبه على الاقل من هذا الشيء كامل، واخا حنا قلنا الشكاره ثقيله وداك الشيء ماشي مشكل، على الاقل غير تكون القرايه، القرايه في مش في المستوى، ماشي بحال باش كيقول لك مدرسه حكوميه، الاساتذه اكثريه كيما منكو دابا في البدايه راه غيكونوا القرايه ماشي شي قرايه، غادي غيكونوا التعارف ما بين الاستاذ والتلميذ، ولكن من بعد ما غيبقاش هذا الشيء، غادي الاستاذ غادي يتمنك 15 يوم مالا مريضه مالا مريضه، شفتي من بعد كيقول لك لا التلاميذ اللي ما كيقراوش، التلاميذ اللي ما كيقراوش راه ما يمكنش، راه نتوما الاساتذه نتوما اللي خاصكم تقراو التلاميذ، ماشي التلاميذ اللي خاصهم يقراو، يعني الام اللي كتم جايه عندكم وجايبه ولدها وجايبه عندك، يعني مهما نتوما خاصكم نتوما اللي خاصكم تقراوهم، ماشي حنا اللي غادي نقراوهم. ما بقاش الحياه الدراسيه بحال اللي كانت قديم ولا شي حاجه، حنا راه كنا كنمشيو غير في ميكا، غير ميكا وستيلو وسقات الماء مخوي على التروس وداك الشيء، ولكن دابا حاليا مع كثره المواد ها لونجلي ها فرونسي ها العربيه ها الاجتماعيات، كتلقى الدري عاطينو تقريبا مخرجين ليه شحال شحال من دفتر، على ما يقرب على 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 15 دفتر ومقرر، على ما يقرب على شي 10 المقرر ولا 12 المقرر، هي راه مزيانه ماشي مزيانه، ولكن بالنسبه للدري الصغير اللي عنده 8 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين وعنده دوك طرو شارجي، داكشي طرو شارجي راه ما يمكنش بها دري صغير غادي، ماشي على قضيه تقول ولا شي حاجه، لا القضيه لورغانيزاسيون، خصها تكون واحد النظام، نظام في الدراسه، خص المسؤولين يتدخلوا والناس المسؤولين على الدراسه، وزاره التربيه الوطنيه تقول للدري الصغار المعلمين ولي ديريكتور ديال المدارس يعلموهم بان الدراري اللي باقيين صغار خصوصا الابتدائي، انا كنهضر على الدراري ديال الابتدائي، ما يحملوهمش اكثر من الطاقه ديالهم، حتى من التمارين اللي كيجيبوا راه تمارين كيعطيوهم عرفتي شنو هو، راه جوج صفحات، كيفاش الدري غادي يخرج التمارين ديال الاجتماعيات ويخرج التمارين ديال السيونس ويخرج التمارين ديال العربيه ويخرج الفرونسي خصو يحفظ ليه، هذاك الشيء راه خصو يكون اللهم تقرا شويه وتفهم ولا تقرا بزاف وما تفهم والو، هادي راه حاجه عاديه، تتشارجي الدري تتشارجي 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 اش غادي يقرا؟ راه بوطه الى عمرتيها تتفرقع. كاد الناس هادو الله يهديهم على الدراري هادو يخليو المقررات في المدرسه ويبقاو يعطيوهم الدفاتير بوحدهم، يلا يخفوا على الدراري شي شويه، الانسان راه الله يحسن العون، الا جاهز داك الثقل يقرا ما غايشد والو، ما غايشد لا ثقل في كتابه ولا قرايه في راسه، اللهم الانسان كينقص عليه شي شويه، الناس ذكيين مقررات كيبقاو في المدرسه والدفاتير كيبقاو عند التلاميذ، على حساب ان انت هو كيجي كيعرف كيكون مقرر عند الاستاذ، التلميذ هو ولا كيكون عنده مقرر باش يراجع في الدار، بطبيعه الحال كيجي باش كتجي ساهله قضيه.